الكبائر عند كتير من المسلمين هي السرقة، القتل، الربا، الزنا، شرب الخمر. غير كده مفيش كبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب، فيديو جديد. دي الكبائر الشائعة عند كتير من المسلمين، لكن بيتناسوا أو مش عارفين إن الكبائر تشمل أمور أخرى كثيرة غير الكبائر المشهورة اللي عند أغلب الناس. الإمام الذهبي ليه كتاب اسمه الكبائر، ذكر فيه أكتر من 70 كبيرة. طيب ادينا تعريف نعرف من خلاله ان المعصية دي من الصغائر ولا الكبائر. التعريف اللي استقر عليه كثير من اهل العلم هو ان الكبيرة هي كل ما رتب عليه حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة او استحقاق لعن. يعني ايه؟ يعني السرقة فيها حد السرقة قطع اليد، تبقى السرقة من الكبائر لان الشرع رتب عليها حد وهو قطع اليد. أو عقوبة في الآخرة زي إيه؟ زي القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يبقى القتل من الكبائر لأن رتب عليه وعيد في الآخرة وعقوبة في الآخرة. أو استحقاق لعن زي الوشم، لعن الله الواشمات والمستوشمات. اللي بيستخدم الوشم ده سواء رجل أو ست ده من الكبائر. ليه؟ لأن الشرع رتب عليه لعن، لعن الله. طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ علشان نخلي بالنا جدا من الكبائر. الكبائر يا اخوانا ما بتغفرش في الاحاديث اللي فيها غفران، زي الاحاديث اللي هي من رمضان الى رمضان، العمره الى العمره، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. لا، الكبائر تحتاج الى توبه مخصوصه كما هو مذهب جمهور الفقهاء. فالكبائر امرها خطير، مش زي الصغائر. الصغائر ممكن تتغفر بالصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، لكن الكبائر عايزة توبة مخصوصة. فالكبائر حاجات تانية ناس كتيرة بتعملها من غير ما تاخد بالها. زي إيه؟ زي الغيبة، ده يعني يكاد يكون إجماع من العلماء إن هو من الكبائر. زي البهتان اللي أنت تقول على واحد شيء، على صفة مش موجودة فيه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. ده غير الغيبة. الغيبة ان الانسان يكون فعلا في الصفة دي، هو بخيل فعلا، لكن انت تقول عليه بخيل في غيبته، دي من الكبائر. او النميمة، نقل الكلام، ده قال عليك كذا وكذا لا يدخل الجنة نمام، اهو وعيد في الاخرة اهو، يبقى ده من الكبائر. اسكنه الله روضة الخبائل، يبقى من الكبائر. برضو عندنا الكبائر القلبية، في ناس كتير ما بتاخدش بالها، زي الحسد، ده من اخلاق اليهود. زي الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. زي الرياء، أول من تسعر بهم النار، المرائي، القصة المعروفة، بس أنا بقولك عشان الاختصار يعني. يبقى الرياء، الكبر، الحسد، دي كبائر قلبية. تلاقي الراجل عابد زاهد لكن عنده الكبائر القلبية دي. تلاقي البنت كويسة وكل حاجة لكن متبرجة. المتبرجة من الكبائر، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا الله، وعيد شديد جدا. تبرج لمرأة تظهر مفاتنها حتى لو لابسة محترحة، بس مفاتنها باينة، لبس ملون، لبس ضيق، كل الكلام ده من التبرج. أو لا تتشبه بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كلها أحاديث صحيحة، أنا بتحرى الأحاديث الصحيحة والحمد لله. زي النمص، على خلاف بين الفقهاء يعني، لكن النمص عموما بشكل عام، لعن الله النامصة والمتنمصة. الخلاف يعني ايه هو النمص، طب لو الزوج سمح ونحو ذلك، لكن في الاصل لعن الله النامصة والمتنمصة والاخذ من شعر الحاجبين، يبقى استحقاق لعن، يبقى من الكبائر. زي قطيعة الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. زي عقوق الوالدين، من اكبر الكبائر عقوق الوالدين. زي التشاحن بين المسلمين، يبقى بينك وبين حد قطيعة عشان دنيا. من هاجر، حديث في صحيح الجامع، من هاجر أخاه فوق 3 ليال فمات على ذلك دخل النار. يا الله، كبائر كتيرة اللي انتشرت من مجتمعنا، لكن نخلي بالنا من النماذج اللي أنا قلتها دي، علشان دي من الكبائر اللي تهاون كثير من الناس فيها. فالكبائر مش بس حاجات معينة تعرفنا عليها وتلاقي الراجل يقول لك يا عم الحمد لله احنا ناس كويسين، ما بنعملش كبائر، احنا بس حاجات صغيره، وهو واقع يوميا في الكبائر دي، واقع يوميا، بل صبح وليل في الغيبه، واقع يوميا صبح وليل في التبرج،
واقع يوميا بل كل لحظة في إن هو مشاحن وبينه وبين أخيه قطيعة أو شحناء، واقع يوميا في قطيعة الرحم، واقع يوميا في النميمة ما بياخدش باله، واقع يوميا في الحسد. لا لا لا، ده احنا محتاجين إعادة نظر، واللي احنا نشوف الأمور بشكل شرعي صحيح حتى لا نلقى الله بأوزار الكبائر وهي من الخطورة بمكان. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت وشاركوا في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.